الليلة مولد ما بطال، والنظافة فورا فورا، النظافة الفورية، والدنيا بقت مغارب. اي، وهذه هي سيارتنا الفرحة، والسفينة ما زالت متوقفة كويس، لكن البحر يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن برضو ما بطل كريم الدغشيم. أي والله كريم الدغشيم. هلا مالك، ها مش وين انت؟ كويس كويس. طيب، البرد البرد كبس جانب عياله، وهذا مما ينبي على رجوع الماكريل الى المحيط حيث الدفء وكده. وتاني باي باي، تقريبا ده اخر اسبوع للصيد. الله يبارك، ده ما في اي طريقه. وين يا فتحي؟ طيب انا ضربته ضرب تمام الليله. اي والله يا زي كم قطعه كده؟ والله تقريبا يعني كم؟ والله كم انا ابو عارف هذا. كويس، كم قطعه كده؟ حجيب برضه غسله هنا؟ ايوه جدا جدا. يلا يلا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. البرد يا اخي، والله البرد ده ما حبابه كله كله يا اخي، يا اخي ما حبابه. انا يا زول ثاني بديها شهرين كده وبفرتق وزوق وامشي محل الدفء، ساذهب الى المناطق الدافئه ان شاء الله باذنه تعالى. يلا يا حلوين، مع هذا الصهريج الضخم الجميل، ولا هو شنو، كرين، الكرين الضخم الجميل دي احسن حته فيها ضرب. اوه مصطفى، كيف حالك؟ ليه ما بتعطيني خبر يا اخي؟ اليوم والبحر ضارب كده. ما ودعت ها؟ انا بعرف انت مداوم هون. والله ما مداوم على طول يعني، انت فاكرني انا ما عندي شغله؟ انا جيت 5:30 من البيت، لبين وصلنا هون 6 وشوي. طيب كويس. جايب البهص يعني. هلا في ولا خفى شويه؟ والله خف. خفى طبعا طبعا، هو يمشي ويجي. يمشي ويجي. ولعلمك اليوم اخر يوم مشمس، الاسبوع اللي جاي كله مطر. ما اساس انا مشمس ما بعرف. والله اليوم اخر يوم مشمس يعني. لا يلا. يلا يا حبايب يا حبايب.